نعم طلع تفضلي. يا شيخ أنا حلمت حلم إنه متى الحلم؟ تقريبا قبل شهرين. إنه أنخطب ويملكوا لي أهلي في الحلم بدون ما أكون أنا موافقة. الحلم ده تكرر معايا تقريبا 4 مرات وفي كل حلم يتغير الشخص. أيوة. بس هذا الحلم. هل يكلفونك بأعمال وأنت ما تبينها أو يشغلونك أو يتعبونك بشيء؟ إيه. يعني إيش يشغلونك فيه يعني؟ في أعمال يعني هم ما يعني أنا ما أبغاهم يكلفوني فيها و. أنت ما تبين تشتغلين في البيت أنت؟ ايوه. وليش؟ عشان دراستي اغلب وقتي على دراستي.